بدينا هذه المبادره كما راكم تشوفوا اللي باش نعاونوا فيها خوتنا وخواتاتنا اللي راهم في تيزي وزو. الحق مبادره كانت ما شاء الله جات من الفاعلين لمدينه وهران اللي لبوا النداء ب ان سامبل ميساج. الحق الناس تضامنت وكل شيء كما راكم تشوفوا، عاونونا بالفراش، عاونونا، كاين عروسه ولا صدقوني مدت كاع زهاجها. احنا اليوم ان شاء الله هذه القافله غادي تكون ماشي غير وحدنا، غادي يكون شعار من فوركون غادي يروح ان شاء الله، غادي نقلعوا الحشيه. كما راكم تشوفوا رانا لهنايا لمينا، نشكر سكان مدينه وهران وسكان كل مدن الغرب، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، الناس كاع اللي جات البارح لهذه المبادره الشعبيه التضامنيه الى سكان مدينه تيزي وزو اللي نتضامنوا معاهم. ربي ان شاء الله يجيب الخير للبلاد، ونشكر كل سكان وهران، كل الناس اللي جات البارح توت لا جورني، دي بيرسون زاجي، رجال، نساء، اي ميم دي زونفون، تبرعوا بكل واش عندهم. ونحن هنا معكم وراكم تشوفوا كل شيء راه واجد وغادي يروح لكم النهار.